إلى آخر التطورات الخاصة بكورونا، وأعلنت السلطات الصحية في لبنان رصد حالتين مصابتين بالمتحور أوميكرون. وأوضحت الصحة اللبنانية أن الحالتين كانتا قادمتين من أفريقيا وتخضعان حاليا للعزل المنزلي. هذا ودعت الوزارة المواطنين اللبنانيين إلى عدم التهاون في الإجراءات الوقائية والإقبال بكثافة على اللقاحات. من بيروت عبر الهاتف تنضم إلينا الدكتورة مدنا مطر، رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية. أهلا بك يا فندم. أهلا فيكم. نعم، دعيني في البداية أبدأ معك يعني الحديث عن ظهور حالتين مصابتين بأوميكرون في لبنان، تفضلي. هولي شكوا بحالتين أوميكرون دخلوا على لبنان من يومين، بس لحديت هلأ هولي الحالتين هولي عاملين الطعم والعوارض عندهم خفيفة، وزارة الصحة عم بتتبعهم. يعني لحديت هلأ هولي بس انعرفوا أوميكرون وحالتهم أوكي، بس نحن بعد عنا حالات كورونا عم بتزيد كثير، يعني هي كلها دلتا مش انه اوميكرون. هلا الحالات كلها عم ترجع تزيد، لان اجى موسم الشتاء كله رجع، ناس صارت تسهر جوا، كله متجمعين بمحلات سكره مغلقه. هيدا السبب الاساسي اللي عم بيزيد هالقد الاعداد قبل ما يجي الاوميكرون هالحالتين. طيب على الجانب الاخر، ماذا عن عمليات التطعيم دكتوره مدنا؟ نحن بالوزاره قد ما فيهم عم بجربوا يشجعوا الشعب كله تيروح يتطعم، وهذا الويك اند عملوا ماراثون جديد. نحن صرنا عاملين كثير ماراثون، كل ويك اندين بيعملوا ماراثونين. الطعم عندنا كثير طعم من كل الاجناس، وهلا عم يعملوا تنحمس الناس تروح تتطعم. هذا الويك اند هو عم بفعلوا كل الطعمات بالماراثون تجنين او لا، كلهم عم بسهلوا سهلوا لهم اياها يعني تيقدروا يروحوا يتطعم. ولكن هل في يعني اقبال من المواطنين على عمليه التطعيم؟ هلا بلش شوي يرجعوا يقتنعوا، يعني نحن عندنا شيء 37% من الشعب صار متطعم. كل المترددين هلا في كثير رجعوا يبلشوا يقتنعوا، بس بضل في ناس ما بدها تتطعم. وعم نعمل كل المستحيل تنقنعهم انه لازم يطعموا، لان ما في حل غير انه يطعموا الناس فيحموا حالهم من هالمرض. نعم، طيب مغيره. دكتوره مدنا، كونك يعني دكتوره ايضا في الامراض الجرثوميه، دعيني اسالك بشكل عام عن المتحورات الخاصه بكورونا. تفضلتي بالذكر ان متحور دلتا ينتشر بكثافه في الداخل اللبناني، ويبدو ان كل المعلومات عن هذا المتحور اصبحت واضحه الان. ما هي المعلومات يعني المتوفره لديكم عن متحور اوميكرون؟ الى اي مدى بالفعل ربما سيكون اشد خطوره يعني في اضراره على الصحه من دلتا؟ هلا هيدا الاوميكرون في كثير بقلبه مغير، يعني الميتيشن بقلبه فوق 30 فوق ال 50، بين ال 30 وال 50 ميتيشن. اكيد هيدا بيشغل البال، لانه قبل الدلتا كان فيها شي 8 10 ميتيشن وانتشرت بقوه وين ما كان، بس هلا هيدا الاوميكرون مشغول بالنا اكثر منه، يعني لانه واذا الحالات بافريقيا قالوا انه كانوا بسيطين ما كان بهم شيء مهم، بس هول عم يجوا عند ناس عاملين طعم، كيف ما بنعرف هذا الاوميكرون اذا اجى عند ناس منهم مطعمين شو بصير، واذا اجى عند ناس بنقص المناعه شو بصير. بعد ما في داتا كفايه نقدر نعرف، لازم نضلنا كثير منتبهين. ولكن دلتا ايضا يصيب المتطعمين دكتوره مدنا. ايه فيها تجي عند الدلتا كمان، اذا انت اذا حدا قاعد معك وانت مطعمه وهو معه كورونا اكيد في يعديك، بس تعمليها على الخفيف. ما بتفوتي على المستشفى، ما بتفوتي، ما بتتطور حتى، ما بصير خطر بالحاله. يعني هيدا هو الطعم اللي هلا عم بقدمه بس بكل الحالات، لانه ما في غير طريقه. في كثير ناس منا مطعمه بالعالم وبعدها عم تبرم وتبرم، والفيروس عم يبرم بين هالناس. على القليله المطعمين بامنوا انه بيعملوا المرض على الخفيف، ما بفوتوا على المستشفى. هيدا الشيء اللي بيعطينا اياه الطعم هلا. طيب يعني هل اتضحت الصورة إن كان أوميكرون يعني خطورته بتكمن في سرعة انتشاره كما يتحدث البعض، أم كما يتحدث البعض الآخر في قسوة هذا المتحور على جسم الإنسان دكتورة مدنا؟
ما حدا في يجاوب على هيدا السؤال. بدنا على القليله 3-4 أسابيع شهر لنشوف شو بده يصير، لانه باخريا هيدا الاوميكرون انتشر بسرعه، بس ما كان عندهم دلتا. كان الدلتا كثير 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 واطي، فات الاوميكرون وانتشر بغير بلدان، محل ما الدلتا مسلت بين 90% 95% 99% دلتا بالبلدان. اذا وصل الاوميكرون عليهم يمكن ما بعرف كيف بده يكافح الدلتا وهو يرجع ياخذ يسيطر، ما حدا بيعرف بدنا نشوف شو بده يصير اذا رح يصير هيك او لا. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا من بيروت الدكتوره مدنا مطر رئيس الجمعيه اللبنانيه للامراض الجرثوميه، كنت ضيفتي عبر الهاتف، شكرا لك.